بسم الله، برنامج البلو بيم بيسهل عليا المراجعة على اللوحة. على سبيل المثال مثلا اللوحة دي جات لي، فأنا بقول له مثلا عايز أكتب تكست هنا مثلا، فبتكتب هاي مثلا. بعد كده دي تقدر تكبر فيها وتصغر فيها زي ما أنت عايز، تعمل لها روتيت، تنقلها زي ما تحب. بعد كده ممكن تقول له أنا عايز أعمل مثلا هايلايت على حاجة معينة، فتعمل زوم مثلا، تعمل هايلايت على الجزء دوت. تقدر تعمل تستخدم القلم مثلا تكتب اللي انت عايزه. تقدر تعمل كلاود، والكلاود يتحكم في حجمها، اهي الكلاود اهيت، وشوف الكتابة اللي انت عايز تكتبها مثلا اهيت. ودي تقدر تعمل عليها سيلكت في اي لحظة، وتقدر تعدل فيها بالشكل دوت اهو. والكتابة برضو تقدر تعدل فيها كما زي ما انت عايز، وتكبر الحجم بتاعها وتصغره كل اللي انت عايزه اهو. تغير اللون، تغير الستايل، تغير الفونت، تغير الشكل، تغير الفل، اللاين، كل الحاجات اللي انت عايز تعدلها. حتى الشكل نفسه ده ممكن تقول له انا عايز اغيره مثلا بشكل كده، عايز اغيره اللون بتاعه مش عاجبني وهكذا. طيب بعد كده تقدر تقول له انا عايز اعمل كلاود من ديت اهي، تمام. وتقدر دي برضو تحط عليها اي كومنت انت عايزه وتغير فيها زي ما انت عايز. تقدر تقول له ستامب ان انت مثلا موافق على اللوحه ديت، ابروفال اهيت، او انا مش موافق عليها، او التاريخ بتاع الشهر ده، هو ياخد التاريخ اوتوماتيك يعدل فيه. حط التاريخ اهوت. الصورة عايز تربطه بصورة معينة مثلا اهيت، حط صورة معينة. ممكن تقول له انا عايز اعمل سناب شوت. سناب شوت يعني هتاخد لقطة كده خلاص. اتاخدت اللقطة دي تقدر تحطها في اي مكان، يعني تفتح الرسام، تفتح الوورد، وتسيب الصورة دي فيها. يعني لو قلت له كنترول في هتلاقي الصورة بقت موجودة اهي بالشكل دوت، وتقدر تاخدها على أي برنامج من البرامج. برضه تقدر ترسم لاين، تقدر ترسم خطوط، تقدر ترسم ريكتانجل. الحاجات اللي انت بترسمها دي مش بتترمي، دي بتستخدم في الحصر. هو مثلا عايز ارسم بول لاين اهو، وتقفل وتيجي هنا هتلاقي ان هو يقولك البول لاين اللي انت رسمته ده اترسم امتى، الساعة كام، 25 يناير، تمام. ويجيب لك الطول بتاعه قد ايه، اللير بتاعته، السبيس بتاعته، وهكذا، تمام. فأي حاجة انت بترسمها بيبدأ يجيب لك المعلومات عنها على اساس تستخدمها في حصر.